البث الإلكتروني المباشر نواجه التحديات، وبالتأكيد سنتحدث حول حشرات. كما ذكرت قبل قليل، الكثير منا يستاء من مجرد ذكر اسمها أو لفظها، وإذا ما لاحظنا وجودها في البيئة التي تحب، أي في الشعر، في شعر الكائن الحي، فإن البعض منا يصاب بالخوف والذعر، خاصة نحن معشر النساء. بالتأكيد سنتحدث حول هذه الآفة إنجاز التعبير، وهذه الحشرة بتركيبتها، وماذا تحب، وما الذي ترغبه، وكأنها شيء مهم يعني في الحياة إنه بدنا نعرف رغباتها وشو اللي بتحبه. مباشرة مع الدكتور باسم طاهر، رئيس قسم الصحة المدرسية في مديرية صحة طول كرم. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير يا عمي. أهلا وسهلا. يعني لما بنذكر دكتور باسم حشرة القمل والسيبان بننصدم، وخاصة إذا شفناها بتمشي وبتكزر على شعر الأطفال أو حتى إحنا الكبار، بغض النظر عن الفئات العمرية، أولاد أو بنات. فبدنا نعرف بالأول إيش هذا النوع من الحشرات أو هذا النوع من الأمراض العرضية البسيطة اللي بتيجي، إنها ما بتكون دائم على طول الوقت. يسعد صباحكم، صباح الخير لكل الزملاء، صباح الخير لإدارة صحة طول كرم، فردا فردا بحييهم. كالدكتور باسم عملت في مجال الصحة المدرسية 28 سنة. حشرة القمل ومرض التكمل على مدار 28 سنة وأنا طبيب الصحة المدرسية، وهالمشكلة موجودة. نعم. كنت أسميها في الأول هي ظاهرة أو مرض. في الأول كانت مرض يتفشى بين التجمعات، وأكثر تجمعات عندنا هي الطلابية. صحيح. في مجتمعنا اليوم بعد 28 سنة بقول هي ظاهرة عادت، مختص فيها بعض الفئات الذين تنقصهم الكفاءة أو الدراية أو المعرفة في كيفية التعامل معها، لأنه هو مرض لكن يمكن تلاشيه، يمكن التعاون الجماعي والاختصار نقلل منه والتخوف من القمل. يعني ما عاد خوف، لكن في نوع من التقصير، في نوع من التقصير والتجاوز. فترة زمنية بتحسها كمان بتنشر فيها، وفترات احيانا بتكون فيها ركود، ولهيك احنا بدنا نعرف انه هذه الحشرة شو طبيعتها، طالما انه يعني في بعض الاحيان بالامكان السيطرة عليها او حتى بالامكان التخلص منها بشكل تام وكامل. فايش هي هذه الحشرة، على ايش بتتغذى بالضبط، ووين بتتواجد؟ هذه حشرة موجودة، يعني هن التكمل ما هو أنواع، إحنا بدنا نحكي عنه قملة الرأس. أيوة. الأنواع الثانية ما إلنا علاقة فيها، تختص في أمراض أخرى. قملة الرأس التي قملة الرأس لأنها تخص التجمعات الكثيفة. هي طفيلي لا يتغذى سوى على الدم. دم الإنسان. مشكلتها إنها تتكاثر بسرعة. تضع بيوض اللي هو الصيبان بأعداد هائلة، وبكون منتشر مثل الفل على الشعر. ما شاء الله متغذية. وممكن يلاحظه أي إنسان. أنا الحلو إنه وصلت له هالأيام هاي، إنه الناس صارت تعرف. أنا ما كنت أعرف شو القملة، أحد ما اشتغلت وشوفت. أيوة. لكن بتشوف كلنا معرضين، كلنا معرضين من الكثافة الهائلة لطلبات المدارس بالدرجة الأولى ورياض الأطفال. يعني ما عادت مخيفة أكثر ما هي ظاهرة بحاجة إلى علاج زيها زي أي مرض من أمراض المتعلقة بالنظافة. بس بيئتها، إيش بيئتها بالأغلب بتكون؟ القمل ما لها بيئة، بدها جو سكون، جو دافي، رطوبة. لذلك الحمام المتكرر سر من أسرار التخلص منها، وهو الوسيلة الأولى قبل الدواء. الحمام واستخدام المشط واستخدام طرق النظافة. نعم. المعتادين عليها للتخلص من القملة. الصيبان إذا تأزم هذاك بيكون حد ذاته مشكلة تانية، لأنه بده حل سحبه. بقولكم لأنه القملة بتفرز مادة صمغية تلتصق البيوض اللي هي الصيبان بالشعر، وهذا صعب التخلص منه. صحيح. ومتعب بصراحة، متعب جدا جدا. بقولكم بتضع بيوض بأعداد فوق 300 بيضة في كل دورة. يعني مخيفة. بنت للرأس أسابيع. بنت اللي بكثرة. شفنا ظواهر كثير كثير، لكن أيوة. مثل ما حكيت، التعاون في أساليب النظافة البسيطة جدا جدا سهل جدا للتخلص منه. احنا رح نيجي للوقاية ولطرق العلاج، لكن انت ذكرت نقطة غاية في الأهمية دكتور باسم، وهو أن تحتاج إلى الدفء
وتحتاج إلى الحرارة. وهنا لربما يكثر الحديث والاستياء من بعض الأمهات، وكما وردنا أنه بالصيف تكثر أكثر من الشتاء في بعض الأحيان. تلاحظ هكذا بعض الأمهات أنه بالصيف والله أنا بلاحظ أنه بنتي مثلا صار عندها تقمل بالشتاء ما كان موجود، أو أقل نسبته نوعا ما في الشتاء. هل بالفعل هذا الشيء صحيح؟ لم ألاحظ هذا الشيء. يعني صيف الشتاء كان بين طلاب المدارس منتشر بنفس الكمية. أما طبيعة الإفرازات، أنا ممكن من التجارب طبيعة الإفرازات الجلدية الرأس هي اللي القصد أنه بيكون في تعرق، بيكون في رطوبة، بيكون في حرارة، مشان هيك أنه ممكن على أساس الصيف اللي لاحظته. يعني الكمل يعيش صيف إشتاء في الرأس، وهو الرأس دافي لأنه غزير بالشعر وكذا وكذا، لذلك ما إله علاقة صيف إشتاء، ما إله علاقة، لأنه الطلاب موجودين. يعني في الناس جزء بنفحصه الصيف وجزء بنفحصه في الشتوية، نفس الظاهرة. نعم نفس الظاهرة موجود. طب إمكانية الإصابة بها هل هي مقتصرة فقط على الفتيات الإناث؟ لا لا، الفتيات الإناث لأنه شعر وكذا وكذا، لا لا لا، في الإناث بين مدارس الذكور والحضانة، رياض الأطفال، رياض الأطفال في حالات ومعدة ومسجلة يعني موجود، وإحنا بتعرفي كيف منعالجها، وهذا مظاهرة يعني. نعم. نرجو إن الناس بس يتفهموا إنه ما تستحوا. أيوة مش عيب، مش عيب، ممكن أكون أنظف الناس وابني يروح على المدرسة في المقصف، المدرسة يطب رأسه في رأس حد تاني بتنط. صحيح. ما بتنط الكاملة، بتنكل. الكاملة ما بتقفز بس بتنكل. بتنكل. بلاش يقول الدكتور باسم حكى تقفز. لا ما بتقفز. طب إجمالا دكتور، يعني إحنا بنعرف إنه في برامج في مديرية صحة الكرم بتأكيد مشكورة على هذه البرامج الدورية والتوعوية والرقابية، فضمن برامجكم كيف بتم التعامل لما بتم اكتشاف انه في حالات؟ ايش الاجراءات اللي بتتخذوها؟ يعني عندي 134 مدرسه في المحافظه، اعداد هائله جدا من صف اول للتوجيه. احنا خلال ال 28 سنه اللي حكيته، يعني كنا مديريه الصحه ومشكور الاداره كثير كثير سهلت لي امور كثير لانجاز عملي في الصحه المدرسيه. من ضمن البرامج هي برامج متعلقه بالنظافه، بين تثقيف صحي، بين توعيه، بين اجتماعات، وبين فحص ذاتي وتدريب. تدريب كوادر، في عندنا الكل مؤهل. يعني بتطلع الفريق الصحه، مش بس الدكتور بفتش، الممرضه بتفتش، طبيب الاسنان بتفتش، مثقف الصحي بتفتش، الممرضه، المدرسات، مدرسين. صحيح. يعرفوا، تعرفوا على كيفية تفتيش على الكلام، ما تخافوا من دوديكم، مسكوا لي كانوا الكلام وفتشوا. لا لا لا، ما بخاف، مثل ما حكيت لكم الكاملة ما بتقفز. الكاملة ما فتشوا زي صار يتعاون. يعني تقولي تقدر تغطي هذا الكم الهائل من الطلاب؟ لا ما بقدر. إذا فتت في اليوم شفت لي 4-5 شعب من المدرسة بغطي، لكن الباقي على المعلمة أو المعلم، وبودوا لنا قائمة بتواصلوا مع التربية والتعليم، قسم الصحة المدرسية، بودوا لنا القائمة بأسمائهم بهوياتهم، على أساس أنه يتم إرسال مندوب من مديرية الصحة للتوعية، لتوزيع العلاج المجاني، و إرشادهم كيفية استخدام العلاج والمدة الزمنية وكيف وكيف وكيف. جميل جدا. كثير يعني مشغل. طرق العلاج كثيرة، من ضمنها في طرق تقليدية وفي طرق الطبية المعروف. يعني في البعض بيقول كنا بنسمع بالزمانات أنه بيستخدموا الكاز أو المايونيز مثلا. المايونيز البعض سمعته كثير كثير. صحيح. أو الخل. فإحنا بدنا يعني نحكي باعتدال. القصد إنه من ناحية طبية، هل طبعا إحنا بنعرف إنه في أدوية معينة وفي علاجات معينة، وبالتأكيد بتم أيضا بتكون مصدقة من وزارة الصحة الفلسطينية، وبالمقابل في الطرق التقليدية. أنتم كمتابعين وأيضا ك يعني دائما موصين بأدوية معينة، إيش بتقولوا؟ لا خليكم على العلاجات اللي بنعطيكم إياها، ولا قد تلجأ بعض الأمهات يعني بتزرقوا شوية كاز على ولا يمكن كطبيب أولا أن أقول لإنسان خليك على الكاز. مستحيل. مخاطر كثيرة ممكن تكون موضعية، مادة حارقة، مادة بترولية، مادة متطايرة ممكن تأثر، ينحرق
يتطير أثر على الجهاز ده خطأ صحيح جدا. صحيح. لأن ممكن نخلق مشاكل أخرى. لذلك ولا يمكن. المايونيز الناس اللي جاءت ليش طب المايونيز ليش مش زيت تستخدم؟ لأنه المادة اللاصقة اللي بتركها الصيبان لما تقول مايونيز الواحد يروح يشتري علبة مايونيز ويديرها على الراس، تخيل شو المنظر هذا، بيض شو بدي شيله شو بدي شيله وريحته هذا. صحيح. أما مادة زيتية مقبولة كانوا الأميات من الطرق التقليدية مية نقطتين زيت فيها المشط وتمشط. دليل إنه مش مهم المي، المهم التمشيط. أيوة. التمشيط خل ما خل ما هالقصص هاي. نرجع بنقول خلينا قبل ما نحكي عن الدواء، الطرق التقليدية من غير استخدام أي شيء كانوا يحمموا ويستخدموا المشط في الحمام. اليوم ما حد بيستخدم مشط، بيستخدمون هالفراشي بأشكال وأنواع. المشط مهم بالذات للشعر الطويل والشعر القصير، مهم جدا، بسحب السيبال وبسحب القمل كثير. لذلك بسيط جدا التخلص منه، نظافة خلال الحمام مشط وبعد الحمام مشطي كله بخلص. ما تلجأ للطرق التقليدية، إلها مخاطر كثيرة كليا. أبسط من أنك بدك تمشطي لبنتك، كنا نشوف الاختيارات، يغطوا المشط في مي وزيت ويمشطوا وآمن هذا وآمن الأدوية. الأدوية توزع مجانا، أدوية ملانة بالسوق بالصيدليات لا تحصى، بقدرش أعدها بقدرش أحفظها كلها. اتبع التعليمات والإرشادات الموجودة وبتتخلص منه، وأعطي تعليمات لابنك لبنتك مهما كان إنه ديروا بالكم وقت الشراء وقت التصاق الروس هذا وبس. يعني طب بتنصح دكتور بمثلا إذا فيك طفل مصاب بتقمل إنه بتغيبه عن سواء المدرسة أو مثلا عن رياض الأطفال خوفا من إنه انتشار العدوى لبقية الأطفال؟ أخت وفاء، القصد يعني مثلا لما في طفل يصاب بمرض مثلا الجدري أو أمراض أخرى، القصد هذيك أمراض بتم بتم عزل أمراض متعلقة في النظافة. أما التقمل كيف؟ التقمل طلع يعني بقول لك 28 سنة أول ما بلش الظاهرة، والله ربنا الله في استجابات رهيبة. يعني شفنا ناس أمراض متعلقة في النظافة، نقول في إهمال، وهذا يعتبر نوع من أنواع التعنف غير مقصود من الأهل، يعني إنك ما تعتنيش في ابنك أو بنتك، نوع من أنواع العنف. صحيح. هذا هو. أما والله الناس بتتقبل، كان أول شيء يعتبروه استجمة عيب، لا اليوم بتقبلوا وبتعاونوا وأحدث تغيرات كثيرة على مستوى المدارس. في تغيرات، الناس متخوفة والخوف جزء من العلاج. نعم. صحيح. أما إنه أغيبه عن المدرسة لا، ما في داعي. ما في داعي. ظاهرة عادية، ما إله مضاعفات اليوم. نعم. تكمل يعني مظاهر النظافة موجودة عند كل الناس، مواد التنظيف. هو يعني مؤذي للعين، مؤذي للطفل نفسه. صحيح. الزغزغة هاي اللي بيعملها بالرأس. إذا تم إصابة الطفل وتم تنظيفه واتباع طرق النظافة، هل من الممكن أي يعني يتعرض للعدوى مرة أخرى أو للإصابة به على أساس إنه ما خافوش الأمهات ويقولوا إنه طب أنا بحمم ابني كل يوم وبنظف الشعر وبعمل وبراقب وكذا، طب من وين إجته هالقملة مثلا للولد ولا البنت؟ فإنه هون بنحب التنوين، ممكن إنه يتعرض مرة أخرى. ما شفت روس بتضوي ضوي والقملة بتسبح جديد نازل عليهم لسه على الميدان بدأت الحق. صحيح. كان ينجن الطفل أو الطفلة أو الطالب أو الطالبة من وين جاتك؟ الله من وين؟ ما أقدرش أقول الطالب اللي جنبك اللي وراك اللي كذا. صحيح. لذلك الطلاب يعني منكثف هذا الشغل، انه يا طلاب اتعاونوا مع بعض، ابيعوا دروسكم مع بعض، معلش ممكن ينتقل، مش انه المكمل خلص صار هذا وصمة عار. لا لانه صار عادي في احيانا ونظفه الكل بنظف، نادر جدا ما نلاقي. وفي احيانا دكتور البعض انه بيتحسس ونفسيا بيكون متأذي، والبعض بنكر انكار المشكله. في الزمانات كان يعني وصل الناس وصلوها لقصص طويله، والمحافظ الدكان يا جماعه احنا ما كنا الناس مكمل، ولا نطلع على المدرسة بنقول فلان مكمل ولا مكمل. لا يا عمي، لأنه في كان تحسس، بقول تدريجيا بتخلص الناس من هالمشكلة. صحيح. ظاهرة مش مرض، ظاهرة متعلقة في النظافة، والرجاء ما حد يستحي نظفه، اسألوا استفسروا، تعالوا اطلبوا الشامبو هي موجود عندي في الصحة، بوزع مجانا بوركة، من سأل عنه يأخذ قد ما بده. كل الاحترام. كل الاحترام. مين بخالف هالأساليب هذه؟ وإحنا مع دائما وأبدا أسلوب النظافة مع أسلوب الصحة والعافية. بالضبط. ومثل ما ذكر الدكتور باسم إنه عدم الخجل، لأنه هذا لا يعني لا سمح الله تقصير من الأمهات اللي بالفعل محافظات على نظافة أبنائهم ومتابعتهم، مش معناه إنه تقصير منك، قد يكون الطفل تعرض
عدوى معينة من طفل آخر. وارد. بالتالي دائما وأبدا نتمنى كل الصحة والسلامة لكل أطفالنا ولكم جميعا اللي ملوش شعر يعني هيك وعامل ستايل شكرا أريح مرتاح ما فيش مجال تسبح إجمالا شكرا جزيلا شكرا دكتور باسم طه رئيس قسم الصحة المدرسية في مديرية صحة الكرم على هذا الحضور وهذا الابتسام وهذه المعلومات مشكور جزيل الشكر. احنا من